أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف عظيم.
لهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء بما كان
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا الشيخ ابراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف والمقيم بشوكا الحاجر التابع لمركز مدينة حوشيسة. اذا لكم عليكم مكبرة الصوت في الفرج الحديث الكبرى اطلب مخازن ومحلات المعلم محمد الحليم المقيم هو المعروف هذه البلد العابرة. برات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والمقال الله وحده.